مرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. السيد مسرور برزاني عاد إلى الإقليم بما جاء به، مطالبه تم الاستجابة لها ورجع وفي حقائبه 700 مليون دولار كرواتب لموظفي الإقليم. طبعا هؤلاء الموظفين أغلبهم فضائيين متوفين، أسماء وهمية أيضا. طبعا بغداد نسيت أو تناست كل المشكلات التي تسببت بها حكومة الإقليم، هذا ما عاد يذكر على طاولات التفاوض بين المركز والإقليم، على الرغم من كون أن بعض قادة الإقليم يرون في بغداد أو ربما أغلب قادة الإقليم في أربيل يرون أن بغداد دولة محتلة لكردستان. هذه الطامة الكبرى. ترى ما الذي يخبئه المستقبل؟ ما هو المصير المتوقع لعلاقة الإقليم ببغداد؟ طبعا دون أدنى شك ليس للمحلل والمستشرف للمستقبل إلا أن يحكم بأن إقليم كردستان إنما يقضي وقتا، لأنه يفكر بجدية بالاستقلال عن بغداد. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ترى هل سيتمكن السيد مسرور من وضع التاج والصولجاني لمملكته أم لا؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقتنا لهذا اليوم. أيها الأحبة، كما اعتدنا أن نقرأ مقطعا سوية من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان مرتكزات العلاقة بين إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، الكاتب محمد حسن الساعدي. أيها الأحبة، معكم على فاضل في التقديم وفي الإعداد سيد قاسم العجرش وفي الإخراج أحمد سلام. رغبة القيادات الكردية في أن تخرج من بوتقة الدولة العراقية وأن تتعامل معها حكومة السيد السوداني دولة ضد دولة جعلها تتغول كثيرا في مطالبها واللعب على ملف النفط والاقتصاد والمنافذ الحدودية التي أصبحت أهم منفذ لنهب الأموال وضرب اقتصاد العراق من الداخل، وهذا ما لمسناه في عدم تسليم واردات النفط إلى وزارة النفط العراقية والتي هي المخول الرئيسي أمام العالم في تصدير والتعامل مع الشركات النفطية العالمية، وأن مثل هذا الإجراء الغير قانوني كشفت عنه المحكمة الاتحادية وأبلغت الحكومة الاتحادية بعدم قانونية تسليم الأموال بهذه الطريقة كونها غير قانونية وليس لها أي غطاء قانوني أو دستوري. مرحبا بكم مرة أخرى، وتعالوا معي لنرحب بضيوفنا الكرام، الأستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الأستاذ محمد حسن الساعدي الكاتب والمحلل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ضيفين كريمين. أستاذ حسين، السيد مسعود مسرور برزاني في مؤتمر صحفي عقده السبت في بغداد قال: نحن وفد حكومة إقليم كردستان جئنا إلى هنا للدفاع عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب كردستان، وأن نتوصل مع الحكومة الاتحادية إلى حلول للمشاكل الراهنة. جيد، هل أوفى السيد مسرور برزاني بالتزامات الإقليم تجاه المركز بغداد؟ هل أوقف تصدير تهريب النفط؟ هل قطع علاقته أو أجلى كل الوجود الصهيوني في الشمال؟ هل 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 أسئلة كثيرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك ولضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. الإقليم لديهم مبدأ بالأساس، هم شركاء في الدولة العراقية. يعني مال الوسط، يعني نفط الوسط ونفط الجنوب هم شركاء به، وبالتالي عندما يتكلم بهذا المنطق، ولا أحد ينكر أنه شمال العراق هو جزء من الدولة العراقية سواء سميت إقليم كردستان أو غيرها.
المكون الكردي هو جزء أساسي من الشعب العراقي، وإقليم كردستان هو جزء أساسي من الدولة العراقية، ولا أحد ينكر، ومن حقهم بهذه الأموال، وهذا نص دستوري، يعني كل نعم. الأموال هي جزء، هي ملك للشعب العراقي. هذا مبدأ تتعامل به الحكومة. المشكلة أنه كردستان أساءت إدارة الإقليم بشكل واضح، وعجزت أن تؤمن رواتب موظفي الإقليم، مع العلم أنه هي قامت بالكثير من العقود مع شركات نفطية، وكانت هذه العقود يعني على حساب الصادرات الإقليم، تورطت بعقود، والكثير من الأموال المترتبة على عمل هذه الشركات أيضا هي يعني تورطت في عمليات التهريب مستمرة. كل عمليات هذه التصدير النفطية وغير النفطية لا تذهب إلى، من المفترض أن تذهب إلى الحكومة الاتحادية. وهذا سؤال مهم وحيوي أستاذ حسين بعد إذنك، نعم. شوف، أشرت إشارة جدا مهمة أن للإخوة الكرد مال العراقيين كلهم جميعا في هذا الوطن، لكن كما أن لك حقوق عليك واجبات. هل أوفى الإقليم بواجباته؟ يعني مثال على ذلك. لا عندنا سؤال مهم، هو لا يريد أن يلتزم، ولا يريد أن يوفي، لا يريد أن يوفي، أن هناك إيرادات في الإقليم. أين تذهب هذه واردات نفطية وغير نفطية؟ يعني منافذ حدودية. نعم، هذه واردات كثيرة، بالإضافة إلى إيوائها المطلوبين. هسه خلينا نتكلم بهالجزئية، نتكلم في جزئية الواردات. شوف، مبدأ الإقليم اليوم أكو مشكلة عند يعني إحنا مشكلتنا إدارية، مو مشكلتنا بالأكراد. بدليل أن الحكومة العراقية من مقام المسؤولية، وانه ما تستطيع ان تمنع او تحجب رواتب موظفين. يقول لك هذا موظف يشتغل بالتعليم، يشتغل بالصحه. ابتداء انا هي الحكومه على كل حال هي قاعد ترسل هذه الاموال، وبالتالي ما تستطيع ان تقول لك انا اجي امنع. طبعا كل الشعب الكردي يرغب ان تكون رواتبه من قبل الحكومه الاتحاديه. نعم. بالاجماع. نعم صحيح. وهذا ورفعت مطالب بهذا، وهذه القضيه تعتبر خطوط حمراء بالنسبه لاداره الاقليم. يقول لك انا اذا ابناء شعبنا ياخذون رواتبهم من بغداد، انا شلون اقدر اتحكم بهم؟ شلون اقدر يعني الحزب الديمقراطي شلون يفرض هيمنته على الموظفين وغير الموظفين الا من خلال الرواتب؟ هو فشل ان يؤمن هذه الرواتب، هذه من جهة. من جهة أخرى هو لا يريد أن يعني اليوم إدارته المالية على الإقليم يقول لك كان إذا بغداد هي تقوم تصدر وتروح هذه الأموال والرواتب يأخذونها من بغداد، أنا شلون أقدر أمارس سلطتي على أبناء إقليم كردستان؟ فيفقد السيطرة على اليوم الكثير من الأكراد بمجرد ما أنه يشعر أنه الديمقراطية أو حكومة الإقليم ما عندها سلطة عليها. طبعا ما راح لا راح يستجيب إليه، ولا راح هو لحظات، بالتالي هو ما ملزم انه يجي يحضر تجمعات، بالتالي تفقد سيطرتها على اقليم كردستان. لذلك هم هذه من جهة. من جهة اخرى اليوم مشكلة الاقليم هو عنده مشكلة مالية خطرة، كان يهرب ويبيع، يعطي قسم، يسكت بعض المستفيدين. بنهاية المطاف الجزء الأكبر هو ينزل بجيوب المستفيدين من إدارة الإقليم. القرارات الأخيرة اللي صدرت من من محكمة باريس ومنعت تصدير أكو تهريب، لكن مو يعني بتلك الكمية اللي ما تبرز مع مشكلة أساسية. اليوم مشكلة الإقليم هي وجود أزمة مالية، ما عندهم فلوس. الانبوب توقف من قبل تركيا، وقفته هي المشكله، ما يقدر التهريب ما راح يغطي كل بالتالي اجى رجع لبغداد. وطبعا تصرفهم يعني فض نوعا ما، هو حمل المشكله المن البغداد، يرسل رساله على انه اللي يوقف الموازنه هم البغداد مو احنا، مع العلم هو ما سلم حتى هذه اللحظه برميل نفط الى بغداد. حتى هذه اللحظة ما تسلمت، مع ذلك بغداد ودت وانطت بعنوان، غيرت عنوانها بعنوان قروب حتى تلتف عليه، لأنه مخالفة. اليوم يتحمل المسؤولية، اليوم رئيس الوزراء مو من حقه أنه أنت أكو اتفاق مع الأكراد، ليش ما جاي يسلمون وارداتهم النفط؟
ليش تاخذ من يعني هذا ابن الخايبه يجي تصدر نفطاته وتطهن للاكراد والكردي ياخذهن يحطهن ببطنه؟ هذه مشكله، مشكله تواجهها الحكومه يعني، والحكومه ايضا تخشى المساءله القانونيه في حال استمر هذا. هو هل اين تذهب الاموال، سواء كانت اموال التهريب او اموال منافذ او اموال مطارات او اموال الاموال الاخرى التي تدخل الاقليم؟ بعد ان اتوجه السؤال الى الاستاذ محمد حسن الساعدي. مرحبا بك. مرحبا بك، حياكم الله استاذ علام. استاذ محمد، اللافت ان السفير الامريكي السابق في العراق قال عليهم ان لا يتوقعوا ان الامريكان سيقاتلون ضد الحكومه العراقيه. طبعا هذا تصريح مهم مع الكرد. نعم هذا تصريح جدا مهم. ترى هذا التصريح مناورة إعلامية أم أنه إعلان تخلي عن الكرد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ علاء والضيف الكريم ومشاهديك الكرام. مرحبا. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تلعب على أوراق هي ممكن تفيدها وتقدم لها المصلحة، لا شك يعني، في كل الملفات سواء كانت العراقية أو حتى غير العراقية. هذا الملف هي حاولت أن تستغله أو تستثمره أو أي مصطلح كان، مرة لها ومرة عليها. طبعا هي طلبت بصورة رسمية أن يكون أن تذهب برسالة صريحة إلى فؤاد وزير الخارجية العراقي، يعني سلمتها إليه بضرورة أن يكون هناك وفدا رسميا والانتهاء من مشكلة الإقليم ولا قبل حلول الشتاء، وينفتح الأنبوب مرة ثانية، يكون يعني يبدأ التدفق الأنبوب النفطي عبر تركيا قبل الشتاء، وحتى لا يؤثر على صعود أسعار النفط. فبالتالي هذا الوفد جاء بضغط أمريكي وكذلك لكون أكو أزمة مالية في داخل الإقليم. طبعا مسببات هذا التصريح كثيرة جدا. أولا أكو أزمة داخلية في داخل الإقليم اليوم. إحنا خلينا نبدأ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أغلبية القيادات هي في داخل الحزب هي غير راضية عن قرارات رئاسة الحزب. النقطة الثانية هي أصلا قرارات الحزب منوطة بشخصيات تكاد تكون نصف الإيد الواحدة فقط، هي القرارات اللي يتخذها الحزب. فبالتالي أعضاء الحزب لا يعلمون أين مصلحة البلاد، مصلحة الإقليم، مصلحة الشعب الكردي، ما يعرفونها، وهي محصورة فيه فقط بشخصيتين أو ثلاثة شخصيات. عندنا الحزب اللي هو الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الوطني الديمقراطي أراد أن يحدث توازن في داخل الإقليم، مرة من خلال طلبه من الحكومة الاتحادية أن يكون موازنته أو رواتب الموظفين من خلال المحكمة، ممكن من خلال الحكومة الاتحادية أو من خلال تشجيع استقلالية حلبشة وجعلها محافظة رابعة للإقليم. هذه كلها وسائل للضغط على من؟ للضغط على حكومة البير لإيجاد التوازن في داخل الإقليم. كذلك استشعار الولايات المتحدة الأمريكية أن اليوم مصلحتها ليست مع مصلحة عدة شخصيات، مصلحتها اليوم مع الحكومة الاتحادية ومع حكومة بغداد وتحديدا مع حكومة السيد السوداني. سؤال، هل أن إعلان السفير الأمريكي السابق لدى بغداد هل هو مناورة إعلامية أم هو إعلان؟ لا واقع، لا واقع، واقع واقع حال، لأنه وجدت استشعرت الولايات المتحدة الأمريكية أن إقليم كردستان ذاهب إلى غير مراد وغير غاية وغير ذهب إلى ما هو أعلى من السقف. إلى ما هو أعلى من السقف، هم دائما يخلونها أعلى حتى يعلنون الأبطأ، يعني يعلنون الأقل من عنده. فبالتالي هو خطوة لما هو أكثر ربما يعني يحاولون التمهيد لخطوة أكثر وهي الاستقلال عن العراق، وهم دائما بتصريحاتهم ودائما ما يطلعون ويا الأكراد يعني في فضائيات دائما يتحدثون عن دولة، دولة العراق، دولة العراق، إقليم كردستان ودولة العراق. هذه المفردتين حقيقة أثارت الكثير من التساؤلات، وكثيرا في داخل سواء كانت في داخل الإعلام أو برا الإعلام هم يبدو أنه عندهم توجيه أنه في التصريح لهذه الكلمة ولهذا المفهوم دولة داخل دولة. أستاذ حسين، العلاقة التي تتسم بشيء من التوتر منحصرة كأنها بين بغداد وأربيل، طيب أين وقف السليمانية؟ انا على العكس يعني اشوف السليمانيه مستقره اكثر مع ومنسجمه مع الاطار التنسيقي والحكومه. نعم. ومنذ البدايه. نعم. قبل تشكيل هذه الحكومه ووضع السليمانيه افضل بكثير من، مع العلم هم يشعرون بالتهميش، طالبوا اكثر من مره وهددوا اربيل بالانقسام. نعم. وانقسام اداريا لانه هيمنة الديمقراطي على الواردات وعلى الأموال والتحكم ليس مع الاتحاد فقط، وأن حتى من بقية الأحزاب الناشئة والصغيرة شبه إجماع القوى السياسية داخل إقليم كردستان هي تعارض سياسة وإدارة أربيل.
الحكومة العراقية طبعا مسألة الانقسام هذا حلم انتهى، هذا حلم كردي لن يتحقق، ليس بسبب بغداد، وقد بغداد يمكن موقفها أقل تشدد من تركيا وأقل تشدد من إيران. بالنسبة للجانب الأمريكي، الأمريكي يعني وأيضا ليس أربيل ليست بصدد المواجهة مع بغداد، بدليل لاحظنا شلون يعني عندما كانوا في كركوك اللي يعتبروها قدس الأقداس وكذا، شلون بمجرد ما دخلت فرقة عسكرية رأسا تركوا مقاراتهم وعافوا أربيل. طبعا موقف اتسم بالحكمة، لا ما عندهم قدرة اليوم واقعية، اليوم هم عندهم قدرة على المواجهة، هم ليست لديهم كل هذه التهديدات من أجل الضغط على بغداد والتعامل بهذه الطريقة. سياسة أنا ألاحظ أنه لدى أربيل وهي ناجحة لحد الآن، طبعا السياسة تقتضي أنه أنا مال أقليم، هذا مبدأ طبعا عملوا عليه وكانوا يصرحون بشكل واضح، مال أربيل مال الإقليم للإقليم، نعم للطالب نبيه، وما لغيره للإقليم ومالكم أنا شريك بي، أنا شريك معاكم الأستاذ حسين الكناني، الأستاذ محمد حسن سعدي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان مصير الإقليم الكردي، الكاتب الدكتور محمد صادق الهاشمي. أربيل الآن فقدت الساندة الشعبية الكردية الداخلية، ولم يعد خطاب مسعود القومي مؤثرا فيها بعد طغيان الفساد والتحكم القبلي والأسروي والمجاعات والعجز عن دفع الرواتب. ستكتشف أربيل حقيقة ظهرت مؤخرا أن من سارك إنما سار نحو السراب لأنها لا تفي لأحد بعهد، وأن جواب السفير الأمريكي الأسبق في العراق سليمان لمسرور خير دليل، وهذا الواقع ما فعلته أمريكا في أوكرانيا وأفغانستان، لذلك ستجد الفرق بين واقع الموقف الأمريكي والموقف الإيراني. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ محمد حسن، واضح أن الساسة الكرد نهجوا منهجا يقضي بحلب بغداد إلى آخر نفس، هل وعت أو تعي الحكومة العراقية هذه السياسة ونتائجها المستقبلية؟ بالتأكيد يعني الحكومة العراقية تعي جيدا مطالب الأتراك، العفو مطالب الأكراد ليس الآن، مطالب الحكومات التركية الكردية المتعاقبة ليس الآن، منذ عام 2005 ومنذ التشكيلات الحكومة بعد حكومة، لكن شعورها واستشعارها بالمسؤولية تجاه الشعب الكردي وتجاه أهل الأكراد في شمال العراق، كل هذا جعل الحكومة العراقية تتخذ خطوات مهمة، حتى غيرت في بعض الفقرات، عبرت بعض المسائل المالية، غيرت بعض المفاهيم الاقتصادية وهي اللي هي أصلا لا تتفق لا مع القانون المالي ولا مع الدستور ولا حتى مع القانون المحكمة الاتحادية، واستطاعت أن تصرف لهم سلف يعني من خلال البنك مصرف الرافدين أو مصرف الرشيد، فبالتالي استشعار الحكومة بهذه المسؤولية جعلها يعني تنقذ الحكومة تنقذ إقليم كردستان بهذه المبالغ لصرفها إلى رواتب الإقليم. هذا جانب، جانب الآخر يعني حقيقة الفساد وصل إلى حد رواتب الموظفين، شفنا من خلال التقارير من وزارة المالية شفنا أنه أكو ثلاثة فئات، أكو فئة موجود اسمه لكن هو وين يداوم؟ يداوم عند الأحزاب، هو عنده راتب، فضائيين يعني، فضائيين. أكو القسم الآخر ميت ما موجود، متوفين يعني ما موجودين مشكلة. والقسم الثالث أصلا يعني مجرد أسماء وهي لا حي ولا ميت، مجرد فقط أسماء مملية بالمعلومات. أكو شيء جزء جدا مهم اكتشفناه من خلال وزارة المالية أنه 50% من الموظفين هم درجات خاصة، يعني مدير عام فما فوق، وهذه نكبة كبيرة، أن هناك دائرة فيها 2 مدراء عامين، اي يعني وهذه نكبة كبيرة مصيبة أنه في إقليم كردستان اللي بيجد يصير الموظفين ما بي أنه وصل إلى مرحلة 50% درجات درجات خاصة، 800,000 موظف، ها فبالتالي هذا شيء ضخم، يعني احنا عندنا وزارة ما بيها عدد ما بيها درجات خاصة، مشكلة. هذه كلها يعني بيها حقيقة ملف فساد خطير يحتاج إلى يعني ورش، يحتاج إلى لجان مختصة، يحتاج إلى رقابة على الأقل محلية أو دولية. هي الإشكالية فقط في يعني في القضية المالية؟ نعم هي ليست سياسية حقيقة، ماكو استهداف لل ماكو يعني حكومة الاتحادية لا ما تستهدف، لا عفوا اكو مطامع تبديات كثيرة يعني لا اليوم 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 العفو أنا قاطعك صوت تفضل لك مسألة الـ يعني الديمقراطي سياسة خاطئة تماما يعني مع بغداد ومع بقية الأحزاب،
يستقوي بالإدارة الأمريكية، يستقوي ببعض القوى الخارجية. أنا سؤالي لك راح يكون في هذا المحور، بس أنا قصدي شنو؟ قصدي يعني الحكومة الاتحادية شلون تتعامل مع الأكراد، مو قصدي اكو استهداف سياسي. هذا هو الفرق. هسه هو شلون يستهدفني؟ خليه هو يستهدفني سياسيا، يباوع علي شنو نظرتي إليه، لكن أنا نظرتي إلى شنو؟ أنا أباوع علي بروح المسؤولية، بروح الأبوة. هو جزء من عندي، أما هو شلون ينظر لي؟ إلى هذه مسألة تخصه. مع ذلك رغم كل هذه السياسة اللي تتبعتها الحكومات المتعايقة في إقليم كردستان، لكن ظلت الحكومة العراقية تعاملهم بمسؤولية وبروح أخوية وروح أبوية. سامح حسين، أنا قلت لك يعني هذا الموضوع نحكي به باستفاضة. يعني زيارة السيد منصور البرزان لبغداد فيها رسالة عبر عنها كثير من الإعلاميين على أنها تمثل صرخة استغاثة من السيد منصور وحكومته. رسالة الاستغاثة هذه موجهة إلى الرئيس بايدن، كيف تقرأ هذا القول؟ هو هذا احنا الاستقواء بالقوى، الكل يعرف انه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بدليل التصريح اللي ذكر احنا ما مستعدين نقاتل وياكم، نعم، من اكبر الداعمين لأربيل في المنطقة، ايضا الكيان الصهيوني. وهذا يوهم مسعود برزاني انه ما دام حليفته الولايات المتحدة الأمريكية، إذا أنا أفعل ما أشاء، وهذا خطأ كبير. يعني لا ينبغي على مسعود برزاني، وهم يفتخرون حقيقة، يفتخرون يقول لك إحنا اليوم يعني سياستنا في العراق، حتى عندما طالبنا بخروج القوات الأمريكية قال لك لا تعال إحنا أبواب الإقليم مفتوحة، كأنما الإقليم مكان آخر، نعم، يعني غير العراق، تعطي حق اللجوء السياسي. بالتالي احنا الحكومة العراقية ما تقدر، يعني اكو مطلوبين، اصبحت اربيل ملاذ امن للمطلوب، للمهربي المخدرات، القاتل والمحرر يذهب الى اربيل. فتحت اربيل، فتحت ابوابها ما اقول لاعداء العراق، وانما للمطلوبين قضاء قانونيا وعشائريا وهكذا. هذه قضية هو كن يكون أعداء العراق. المراهنة على الولايات المتغطى بأمريكا عريان. يعني أنتم لا ترهنون أكثر من اللازم، خلوا عرفوا مصلحتكم وين. أنتم مصلحتكم مع الحكومة، مع الدولة العراقية. تعاملوا يعني اليوم أنت تقول الأخم أيضا قلنا الحكومة العراقية هم تقول لك دول أبناء شعبان، شو يسوي يعني؟ بس الأمور ما تدار بهذه الطريقة. يعني هسه مثلا اليوم اهل البصره تقطع، قل لك انا ما اعطي واريد حصه من الموازنه، اكو واحد يقبل على البصره مثلاً؟ اكو واحد يقبل مثلا؟ وهي عنده اذن تمارس حقها. تعال انت شنو، انا وارد، انا هاي ابار بالبصره واصدر وابيع وما لي شغل لا ببغداد ولا بالنجف ولا بكربله، اكو واحد يقبل عليها مثلا؟ ما حد يقبل. لكن من ناحيه الدستوريه ممكن. عفوا انتم ليش اربيل ليش تتعامل بهذه الطريقه؟ هو استقواء. اليوم الحكومة العراقية حكومة، احنا نقول حكمة، نقول ضعف، نقول اليوم زين الى متى الحكومات العراقية المتتابعة؟ اكو ذكرت قبل قليل مسألة المؤلفة قلوبهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الحقوق للمشركين والكفار، مؤلفة قلوبهم، يعطيهم من الحقوق الشرعية من اجل زين احنا نعاملكم بهذه الطريقة؟ يعني الحكومة العراقية تنطي أموال لإقليم كردستان حتى تتكفى شرهم؟ وهذا المواطن هم يباوع، أكو تمييز اليوم مال الإقليم للإقليم. الحكومة العراقية لا تقدر تشوف منفذ أكثر من 25 منفذ حدودي. الطب تطلع حتى إذا تريد تفرض ضريبة على المنافذ الوسط والجنوب يفتحون لك، يظل يفتر المخضر بدل ما يجي من البصرة يجي في الروع، يجيك من الشمال، نعم، ومعفي من الضرائب طبعاً. وأرخص السيارات تدخل من أربيل هنا عليها حدود، عليها ضرائب وعليها رسوم، هناك تجي بدون هو يستفيد، توصل للمستهلك بأسعار، وإحنا ضالين حارين بهم. هذه السياسة يعني المزدوجة لابد تتحمل الحكومة. ما ينبغي أن تدار الأمور تطيب الخواطر. نعم. يجي مسرور ويرجع مسرور بثلاثة تريليون، شنو يعني تدار الأمور بهذه الطريقة؟ لا، ومع العلم أن الحكومة العراقية قادرة على أن تخضع الإقليم بكل سهولة. كل سهولة. ليش بكل سهولة؟ إحنا سمعنا، أنا سمعت موقف من الرئيس أردن كان تهديده جدا واضح فيما يتعلق بكركوك.
شفت شلون هدد ابو تركي، هدد الاكراد انه هذه كركوك لا حد يوصل لها، خاف انتم لكم نيه ترجعون، ورجعوا ودخلوا دخول الفاتحين، اكو اتفاق بين تعالف اداره الدوله ويابا اكو انتخابات على الابواب ولازم نشارك، يابا تعالوا هذا كركوك تعالوا شاركوا به، دخلوا البيش مرقه دخول الفاتحين استفزوا الشارع انقلبوا عليهم هم نكروا حتى دخول نكروا ما قالوا ماكو ما دخلوا لا دخلوا دخلوا طلع مبين طلع دخول الفاتحين نعم. تحولت الى ازمه نعم. نتيجة السياسة المتبعة السياسة الخاطئة بإدارة الإقليم أربيل وحتى إدارة حتى بعض المناطق أو المناطق الأخرى هذه لازم على أربيل أن تغير من سياستها بدليل حتى إحنا خاف إحنا سجوز إحنا عرب وهم هو أنتم نفسكم الديمقراطي صاحبكم اللي هو حليفكم هو يستفي يعني يحاول أن يستغل أبسط فرصة حتى يخلص روحه إدارياً ما من الإقليم وغيره. أستاذ محمد، تعتقد بعد اللي حشاه الأستاذ حسين، تعتقد أن أمريكا مارست ضغط على بغداد لمنح الإقليم مليارين ومئة ألف دولار باعتبار أنها ميزانية ثلاثة أشهر كل شهر 700 مليون؟ لا هي تركت هذا الامر طبعا لصلاحيه الحكومه العراقيه بل ما مارست ضغط لممارسه ابدا لا لا انا اعتقد احنا كمراقبين راقبنا تصريحات الماليه وراقبنا تصريحات اقليم كردستان وراقبنا تصريحات الامريكان الامريكان بالعكس ارسلوا رساله واضحه الى حكومه الاقليم بضروره الجلوس الى الحوار والذهاب الى بغداد احنا سبب سؤالنا هل هي مناوره ام هي واقع حال او اعلان خلي عن الكرد يعني هذا سببها اي نعم نعم سببها انه يعلن شيء ونرى قرارات وسلوكيات اخرى بالتاكيد بالتاكيد لهذا يعني هم جايين يعني الامريكان لم يتدخلوا في هذا الامر وتركوا هذا الامر الى الحكومه العراقيه هي تقدر وهي تقرر مصلحتها ومصلحه العراق بل بالعكس طلبوا ان يكون اي قرار او اي حديث او اي حوار في داخل العراق لانه هم جزء من هذه الدوله العراقيه وجزء من الحكومه العراقيه كل الضغوط مرست على حكومه الاقليم وتركوا المجال لحكومه السيد السوداني وبفعل يعني حقيقه اللي يتابع واللي يراقب يشوف انه هي فعلا ادارت الملف بصوره شفافه وبصوره متوازنه لكي تحقق التوازن بين الاقليم وكذلك تصل رواتب الموظفين واللي هم ما لهم ذنب بهذه الازمه كذلك طلب الحكومه العراقيه ان تكون الرواتب خارج اي خلاف سياسي بين الإقليم وبين المركز وهذا أكدته الورقة اللي وقعت بين الطرفين أن تكون رواتب الناس أرزاق الناس خارج أي مناورة سياسية يقوم بها حكم وهذا جدا مهم يعني باشر مو يطلع لي أبو الإقليم ويطلي شعارات وموتونا جوع وموتونا وراح يبهذلونا هذا كذا فهذه بالتالي إزاحة تماما وإبعاد أرزاق الناس ورواتب العالم من هذه السجال السياسي وأن نركز على قضية الواردات كيف تسلم الواردات واردات الإقليم إلى الحكومة العراقية وإلى وزارة النفط تحديدا وإلى شركة سومو يعني تحديدا بالتالي اليوم ننتظر من حكومة الإقليم الالتزام بهذه المقررات هل فعلا سوف تلتزم هذه الواردات هل هي موجودة فعلا التجربة ماذا تقول؟ واردات النفط أو التجربة ماذا تقول؟ واردات المنافذ الحدودية هل هي فعلا موجودة؟ هل فعلا سوف تسلم الشركات النفطية اللي أخرجت النفط؟ هل أعطيت أموالها؟ أم كيف هو الحال؟ هذه ملف خطير ينبغي فتحه ونشوف أستاذ محمد الساعدي أستاذ حسين كنا أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخيرة الذي حمل عنوان العلاقة العرجاء بين الإقليم والمركز الكاتبة لقاء الصالح على ما يبدو إن الصراع بين الإقليم والمركز الذي يتجدد بين الحين والآخر لم ولن ينتهي حتى قيام الساعة ما لم تكن هناك حلول جذرية برعاية مؤسسة قضائية يلزم الطرفان بقراراتها غير ذلك كله أحلام العصر في كل الحكومات السابقة جرت اشتباكات بين الإقليم والمركز بسبب عدم اعتراف الإقليم بحكومة المركز وعدم الرجوع لها يتبع الإقليم سياسة الأخذ دون عطاء والاختلاف مع كل رئيس وزراء جديد يحكم العراق حتى وإن كان متفقا معهم فهم يأخذون الأوامر من أسيادهم الأمريكان ولا يكترثون لما تقوله حكومة المركز وهل يخفى على حلفاء أمريكا أنها تبيع حلفائها بسرعة البرق مع كل حدث يعارض مصلحتها أم أنهم متناسون ذلك
لانبطاحهم لأسيادهم. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بالأستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد حسن السعدي، مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى. أستاذ حسين، يقال أن الوفد الكردي المفاوض الذي حضر المفاوضات الأخيرة هم كل من فؤاد حسين وزير خارجية وهو كردي، وبنكين ركاني أو بنكين وزير إعمار أو كذا وهو كردي، ووكيل وزير المالية أيضا كردي. يعني ثلاثة من كبارهم يجيب لك سادة تحويلي. لا دي شوف الوين، ثلاثة اثنين منهم برتبة وزير في الحكومة المركزية يتحول إلى مفاوض باسم الإقليم، شو يسموها؟ احنا العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد علاقة تندية، مو علاقة اليوم أنا اليوم شريك، مو مركز وأقليم، لا يوم أكو دولة بدولة كأنه مو يعني علاقة أنه أنا اليوم ماني مثلا جزء من الدولة الاتحادية، وبالتالي نعم. عندما أثب اعتبار أنه هاي جهة أعلى، واقعا هي جهة أعلى يعني إداريا الواقع هو هذا الواقع حيث. نعم، لكن هم ما يتعاملون بهذه الطريقة، هما عادة ما يخاطبون العراق كأنما العراق غير إقليم كردستان، العراق والإقليم دولة لدولة، دولة في قبال دولة، وهذا الحلم يعني والشعور والسعي لتقسيم العراق واستقطاع إقليم كردستان وإنشاء دولة. احنا مسألة دولة الإقليم والانفصال هذا حلم لا يتحقق، هو كما سموه تسميته حلم لطيفة حقيقة، يعني حلم لن يتحقق بالنسبة للأكراد. وكما ذكرنا قبل قليل انه لابد انه الاكراد يعون وان يدار الاقليم بطريقه مغايره تماما، انه الاهتمام طبعا الرسائل اللي ترسل، الاعتماد اللي على الجانب الخارجي، محاوله يعني استفزاز او يعني التعامل بعنصريه وبانانيه، هذه ليس فيها مصلحه، ليس بدليل أن اليوم بدأت حالة الرفض. يعني أنت الأكراد في إقليم كردستان اليوم عندما تجي تستقرهم 90% إذا مو 100% يرغب راتبهم إلى بغداد اليوم، هذا عبرت عنهم بوضوح تظاهرات السليمانية خصوصا. اليوم السليمانية تحاول تسعى وجاهدة أنه تفصل التزاماتها المالية وتأخذها بشكل مباشر من بغداد، وبالتالي بمجرد ما أنه الإطار باعتباره سوى اليوم نعم. الإدارة الدولة بأس النفيضة يعني، بمجرد ما أنه تسعى، لا مو تسعى، بمجرد ما أنه تعطي اهتمام بالطرف الآخر سوف ينقسم الإقليم، ينهار الإقليم نعم. ينهار بمجرد ما أنه تبدأ أمور إدارية تفصل تنفذ رغبة الأخوة في سليمانية وحلب تصير محافظة ويأخذون موازنتهم من بغداد، وبالتالي شو يبقى تبقى بس أربيل، غير أربيل ودهوك. أو شنو تأثير أربيل ودهوك؟ كل تأثير ماله. بالتالي اليوم سليمانية غنية. نعم. سليمانية. بالإضافة إنه كل الواردات أغلب الواردات هي من السليمانية. سؤالي هل يجوز يعني لوزير في الحكومة المركزية أن يتحول في لحظة من اللحظات؟ لا طبعاً. هو هذا التعامل باستعلاء. التعامل بندية ما يحل القضية. يعني انت احنا اليوم لو ما دارت الدوله او الاخوه في الاطار او الحكومه هي تريد ان تكون الاجواء السياسيه مستقره، هي تحاول ان يعني ترسل رسائل. احنا اليوم الشارع العراقي فقد الثقه بالحكومه والطبقه السياسيه، وهذه الحكومه تحاول جاهده والكتل السياسيه ان ترمم بناء الثقه بين المواطن والكتل السياسيه، وبالتالي من مصلحتي تقول لك انا من مصلحتي انه تكون الاجواء السياسيه مستقره، الوضع يعني وضع خدمات تقديم خدمات للمواطن حتى نرمم الثقه المفقوده. لكن في اربيل يعني بوادٍ آخر اليوم يحاولون قدر الامكان الحصول على مزيد من المكتسبات، إعادة رسم الموازنة، الواردات ما يرغبون بتسليمها، كل هذه بالنتيجة هاي السياسة سوف تؤدي إلى ضعف الإقليم أولا من خلال التشظي والانقسام وبوادرة كثيرة وقرائن كثيرة،
في نهاية المطاف الحكومة اليوم انطتك قرض، باكر عقبها 100 دعوة راح توجه للحكومة. انت شنو بعنوان قرض؟ وليش ليش سموه قرض؟ لانه مو ما لانه مخالف للقانون. انت اليوم اكو اتفاق مبرم، واردات قاعد تصدر من هذا، يعني انه سيخصم من موازنه الاقليم المقبله؟ لا هي لا لا، حتى الحكومه السابقه ما كانت تنطي كل الموازنه. ليش؟ نوع من انواع المقاصه، يقول لك انت احتمال تصدر 4، طبعا وهذا ايضا مو دقيق. احتمال انا اكون هناك ارقام اكثر من 650 الف برميل. نعم ايوه نعم. هسه هم قبلوا بال 450 الف، ومع ذلك يحسبون على 450 وما قاعد تسلم اربيل. سووها بعنوان مقاصه، مقاصه خطا بها مخالفه قانونيه دستوريه. انه هذا يقول لك انت ايش قد باقي لي؟ انت مو تحسب على 450، اعتبرني بايحن ومنازلات بالموازنه، انطيني الباقيات. الحكومه طبعا اربيل تريد تتعامل بهذه الطريقه، وهذه الطريقه خطا بها مخالفه قانونيه ودستوريه، وايضا الحكومه المحليه الحكومه الاتحاديه تتحمل مسؤوليه. مشوها مع ذلك ما قاعد يعني قاعد يصير حل، ما قاعد يصير حل، لانه اكو مشاكل ماليه كبيره يواجهها الاقليم. استاذ محمد، الأكراد قبل غيرهم يعرفون أن الأمريكان لا يعول عليه، ويدركون كيف خذلتهم في العام 2017 عندما قاموا بالاستفتاء وتخلت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا رسالة برزاني لبايدن، هل هي مناورة لجر الرجل الأمريكية لأوحل الهزيمة في العراق؟ لا، هي واشنطن واعية لهذا المطالب، وهي عبارة عن استغاثة، يستغيثون بالأمريكان. نعم. أكثر مما هو يعني محاولة جر. قد تعد مناورة سياسية لجر الأقدام الأمريكية للدخول في المناورة. واعية الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه المطالب، لذلك ضغطت على شو اسمه على الإقليم بضرورة الجلوس إلى الحوار. هي تعلم ذلك، لذلك على الإقليم، على قيادات الإقليم أن تعد دروس جيدا السابقة واللاحقة، حتى مع وجود مسعود البرزاني اللي كان رئيس الإقليم، طلعوه من رأس الإقليم وسلمت إلى ولده أو أحد أقاربه. فبالتالي اليوم عليهم أن لا يعولوا كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يكونوا أكثر شفافية مع الحكومة الاتحادية، أن يضعوا النقاط على الحروف في وارداتهم النفطية وغير النفطية. هذا ما هو. أما يعني قضية موقف الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع مصلحتها، وين مصلحتها تقف وياها، سواء كان مع الإقليم أو مع الحكومة الاتحادية. وشاهدناها في الكثير من المواقف، سواء كانت الإقليم أو غير الإقليم، تنظر إلى مواقفها، مصلحتها من هذا الموقف أو ذاك الموقف. فبالتالي ما أعتقد يعني واشنطن هي تنظر إلى استغاثة، أنا أسميها استغاثة مسعود البرزاني بهذه المسؤولية. واشنطن شلون تباوع لحكومة أربيل؟ يعني أربيل تقول تصرح علانية أنها إقليم، لكنه الحكم فيها يورث، يعني ما اعرف. لكن هي تنظر الى نعم، خلي الحكم هسه، الحكم بعد هذا صار امر واقع. لا انا يعني اقصد وين؟ اقصد انه انت جزء من دوله، كيان جزء من دوله، وتتعامل بروحيه الملكيات. هو يعني، لكن الولايات المتحده الامريكيه تنظر اليه تقول له انت اوكي احكم حكم صولجان وما هذا، لكن انت جزء من دوله، يعني مو بكيفك. انت بكيفك يعني ارسم بما تراه بمخيلتك، وخطط لما تراه، لكن انت لا تتعدى حدود دوله العراق، واللي احنا ننظر لها شنو؟ العراق واحد موحدا. احنا ما ننظر للعراق اقليم ومركز، لا احنا ننظر للعراق حكومه ومركزا واحدا، واللي يقودها هو الحكومه الاتحاديه في بغداد. استاذ حسين، السفيره الامريكيه رومانسكي كانت قبل فتره في اقليم كردستان، واجرت مباحثات مع اكثر قاده الكرد هناك، واكيد نقلت تصورات حكومتها للاخوه الكرد، ما ان عادت حتى تفجرت ازمه كركوك. أكو علاقة برومانسكي وأزمة كركوك؟ أكيد. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، قد أختلف مع أستاذ محمد أنه الأمريكا تنظر للإقليم على أنه حليف المهم في المنطقة، وهو البنت المدللة بالعراق، كما أنه إسرائيل البنت المدللة في المنطقة. إلى خصوصية، شنو امريكا ما تدعم؟ امريكا ما تدعم الاكراد بسلاح، ما جهزتهم بسلاح بشكل منفرد عن بغداد،
جهزت. ما دربت البيشمركة وسلحتهم بعيدا عن بغداد. كل هذه ممارسات تتعارض مع مفهوم الدولة. لو كانت لديها، لو كانت تنطي الأولوية للحكومة العراقية، لابد وأن يكون التدريب والتسليح من خلال الحكومة العراقية. أستاذ حسين، هذا الإقليم أمر واقع يعني. لا لا، أسس قبل حتى 2003. حتى إذا حكومة 2003 هو اللي أسسه. نعم نعم يعني نعم. الأمريكان هم اللي دعموا تأسيسه. إيه يعني بالتالي. نعم نعم. ينظر إلى أمر واقع. نعم. إحنا ما ناكرين الإقليم. الإقليم واقع. وجزء من الدستور العراقي. دستور. ما قالين إحنا ما يعني إحنا نتعامل بواقعية. إحنا نشوف أكو إقليم وإحنا ما ناكرين وجود الإقليم. أقول علاقة أمريكا وتعامل أمريكا مع الإقليم يتعامل وياه بشكل يخالف تماما المعايير الدولية. بدليل حتى الأكراد نفسهم. إحنا من ذكرتنا قبل قليل وصدر إنه البرلمان صوت على خروج القوات الأمريكية من العراق. نعم. إيش قالوا الأكراد؟ قالوا هذا قرار الأخ الأكبر وقرار الشيعة، وأنتم تحملون المسؤولية، باكر تصيرون تحت البند السابع، وتعالوا يا الأمريكان إحنا هاي نبني لكم أكبر قنصلية بالشرق الأوسط، تعالوا اقعدوا بيها. وين ال؟ وإحنا عندنا مو فاعل، عندنا الفاعل الاتحاد الوطني الكردستاني. لا لا، بس هذا فاعل مساند للحكومة. ما يخالف ما يخالف. وهو مساند لقوى الإطار التنسيقي. ما يخالف. بل وقف ندا قويا للاتحاد الديمقراطي. نعم. وطالب بأن تكون هناك حزب الديمقراطي، وطالب بأن تكون أصلا كل رواتب الإقليم من الحكومة الاتحادية. أنا نعم. موضوع ثاني بس. أي يعني بس بالتالي يعني القصد شنو؟ القصد إنه طلعوا من تحت الخيمة. لا لا، إحنا ننظر لعلاقة الإدارة الأمريكية مع الإقليم، وتتعامل مع رأس السلطة اللي هو مسعود البرزاني، وهو صاحب النفوذ الأكبر، وهو يمثل الإقليم. نعم أكو خلاف وأكو وشنو، ما شارك الوفد الاتحاد الوطني كان مشارك بالوفد اللي اجى مع بغداد. طبيعي طبيعي. وهذا يرسل رساله على شنو، ترى احنا خاف تقولوا احنا منقسمين. ها خاف تقولوا احنا منقسمين، احنا جينا كنا طبيعي جدا حكومه وزراء بها. نعم، قصدي انه السفيره الامريكيه لها دخل، وهي توجه وهي تبدي رغبتها بحل حتى عودتهم لكركوك اللي هو أصل السؤال. نعم. طبعاً كركوك اليوم يعتبروها مثل ما يذكرون يعتبروها شيء مقدس، وإنه لابد أن تكون السيطرة على كركوك. مع العلم نحن عندنا بقية مكونات لا تقل أهمية عن الأكراد، ولست وما مسألة إحنا تكلمنا عن الموظفين وبعضهم أكراد وبعضهم إيرانيين وبعضهم أتراك مسجلين على إنه سعى حثيث لتغيير ديموغرافي في كركوك بالخصوص. من أجل شنو؟ من أجل ليش الأكراد يعارضون إجراء إحصاء؟ نعم، من أشد المعارضين، لأنه الإحصاء يبين الحجم الحقيقي والأعداد الحقيقية لكل محافظة، يبين حجمهم الحقيقي إيش قد. هسه هم قاعد يأخذون أكثر من يعني حدود 13% من الموازنة، يجوز من تجي من توصل للإحصاء توصل 8 أو 7، كلها تطلع الكردي اللي يطلع الفضائي، الكردي السوري ويطلع الكردي السوري ويطلع الكردي الإيراني ويطلع الكردي التركي، كلها تروح. ها، وبالتالي يبين الحجم الحقيقي. شكرا للأستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف البعثة للدراسات. شكرا للأستاذ محمد حسن ساعدي الكاتب والمحلل السياسي. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج السيد قاسم العجرش الخاتمة التالية: حتى نفهم التفكير البارزاني جيدا، دعونا نقرأ بعضا مما ورد في رسالة بارزاني إلى بايدن. يقول: إنني أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا نجد صعوبة في التغلب عليه. نحن ننزف اقتصاديا وسياسيا، وللمرة الأولى خلال فترة ولايتي رئيسا للوزراء أشعر بقلق كبير من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار نموذج العراق الاتحادي الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003، وادعت أنها تقف إلى جانبه منذ ذلك الوقت وحول قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة. قال بارزاني: نعتقد أن إدارتكم تتمتع بنفوذ كبير على بغداد. ترى هل
كان حل الأزمة المؤقت بأوامر أمريكية. شكرا، إلى لقاء آخر.